كان نيتشه فيلسوفا يكره الدين والأخلاق، وغالبا ما كانت فلسفته تختلط مع فكرة النازية، وذلك لأن أخته النازية كانت تحاول إعادة إحياء أعماله بعد وفاته، وقد قامت بالتلاعب ببعض أعماله ليبدو وكأنه شخص نازي، لكن في الواقع فإن حياة نيتشه لم تكن حياة سوية كما يتصور البعض من خلال أفكاره. وقد نادى نيتش بموت الإله، وادعى نيتش خلال حياته أن الإنسان يصنع هويته من خلال تحقيق الذات والقيام بذلك دون الاعتماد على أي شيء يتجاوز تلك الحياة التي نعيشها مثل الله أو الروح. وإليك بعض الحقائق عن حياة نيتش ربما لا يعرفها الكثيرون، وفقا لسلسلة صنعها الفيلسوف آلان ديباتون عام 2000 عن فلسفة نيتش. ولد نيتش في 15 أكتوبر 1844 لكار لودفيج وفرانسيس كانيتش، وكان والده قسا لوتريا يعيش في بلدة روكين البروسية الصغيرة. وعندما كان في الخامسة من عمره توفي والده، وعندما توفي تركه وأخواته، وقد توفي أخوه الصغير بعد ذلك بوقت قصير، وهذا ما جعل نيتش هو الرجل الوحيد في العائلة، حيث عاش مع والدته وشقيقته وخالته وجدته من الأب، وكانت والدته تقوم بشخصية الأب في حياته. انتقلت العائلة بعد ذلك إلى منطقة حضرية، ونيتش حصل على تعليم جيد، كما أسس مجتمعا أدبيا مع زملائه وعزف على البيانو، ولكنه لم يكن معروفا في ذلك الوقت. وفي عام 1864 دخل جامعة بون، وقضى السنة الأولى دون أي إنتاج، فكان يتصل بأصدقائه القدامى، وبعد ذلك بدأت أفكاره تتشكل، فتخلى عن الدين محطما آمال والدته التي كانت تطمح أن يكون نيتش قسا مثل أبيه. وفي عام 1865 تبع أستاذه فريدريتش ريتشل إلى جامعة لايزبرغ، وبدأ يدرس النصوص اليونانية القديمة، وقد لفت انتباه البروفيسور ريتشل حتى نشر مقاله في مجلته الأكاديمية وتبعها كتابات أخرى، واستطاع أن يحصل على الدكتوراه عام 1869 وهو في 24 فقط من عمره. ولكن في عام 1870 وبسبب حماسة الشباب توقف عن التدريس وانضم للجيش الألماني عند اندلاع الحرب الفرنسية البروسية، ولكن خدمته في الجيش انتهت بسبب إصابته بالدستونرارية والدفتيريا. وقد كان نيتش في البداية من المعجبين بفانجر في البداية، ولكن نظرته قد تغيرت في نهاية حياته. والواقع فإن أفكار نيتش لم تتطور إلا في النصف الثاني من سبعينيات القرن التاسع عشر، وكان وقتها أستاذا في جامعة بازل السويسرية، وهي نفس الفترة التي شهدت اضطرابات كثيرة في حياته، حيث عانى من اضطرابات الجهاز الهضمي والصداع النصفي بشكل مستمر وتراجع بصره. وبعد قيامه بنشر كتابه ولادة المأساة تأثرت سمعته الأكاديمية كثيرا بسبب النقد الشديد للكتاب، كما وجد صعوبة في جذب الطلاب. وبحلول 34 من عمره اتفقت معه إدارة الجامعة على التقاعد مقابل معاش بسيط، وبعد مغادرة الجامعة بدأ إنتاجه يزداد غزارة، ولكنه لم يستقر في مكان واحد لفترة طويلة، لأنه كان ينتقل بحثا عن علاج لأمراضه، وظل في عزلة معظم وقته حتى شاهد حصان خارج منزله يتم ضربه بشدة فانهار، ودخل إلى المستشفى للطب النفسي عام 1880، وظل هناك حتى توفي عام 1889 بتورينو الإيطالية. وقد استولت شقيقته على أعماله الأدبية بعد وفاته، وحتى تلك الفترة لم تكن أعماله قد حازت على شهرة كبيرة، ولكن بعد أن استولت أخته النازية عليها بدأت سريعا في الترويج لها وتحرير بعض أحماله لتتناسب وأفكارها. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي.
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.